السلام عليكم طلاب المرحلة الأولى قسم التقنيات الإلكترونية مادة الدوائر الرقمية. محاضرتنا اليوم بعنوان النمبر سيستم اللي بتعني الأنظمة العددية. الأنظمة العددية هي طريقة لتمثيل الأرقام برموز محددة حتى نتمكن من التعبير عن قيمتها وإجراء العمليات الحسابية عليها. وسوف نتعرف على الأنظمة العددية المستخدمة في الأجهزة الكمبيوتر والشبكات وكيفية التحول من نظام إلى آخر. طلاب، أهم الأنظمة الموجودة عندنا أربع أنظمة رئيسية اللي هي الباينري سيستم النظام الثنائي، والديسمال سيستم النظام العشري، والأكتاف سيستم النظام الثماني، والهكساديسمال سيستم النظام السادس عشر. هسه أجي على كل نظام أشوف شنو أساسه ومنين يتكون من أرقام. أجي من النظام الثنائي، من اسمه ثنائي، الأساسه رقم اثنين، أساسه رقم اثنين، أرقامه صفر وواحد، صفر وواحد. الصفر تعني أوف إطفاء، والون تعني أون تشغيل. يتكون من رقمين صفر وواحد، لذلك سمي ثنائي وأساسه رقم اثنين. كل رقم من أرقامه هذا النظام يكون مضروبا في اثنين مرفوع للقوة صفر وواحد واثنين وثلاثة وأربعة وهكذا. عندنا اثنين بالصفر بالرياضيات أي رقم أسا صفر واحد، هذه قاعدة. اثنين أس واحد اثنين، اثنين أس اثنين أربعة، اثنين أس ثلاثة وهكذا. كيفية كتابة الرقم بالنظام الثنائي على سبيل المثال، واحد واحد صفر واحد، وسد القوس وخلي أسفل القوس رقم اثنين. من أشوف هذا الرقم بين قوسين وموجود رقم اثنين أسفل القوس أعتبره رقم ثنائي. هذا يستخدم النظام في الحاسوب والأجهزة الإلكترونية والبوابات المنطقية، إن شاء الله مستقبلاً البوابات ناخذها. نجي من النظام العشري، من اسم النظام العشري أساسه شنو؟ أساسه رقم عشرة. أرقام مين؟ من الصفر للتسعة، من أريد أحسبهم عشرة، فلذلك سمي عشري وأساسه رقم عشرة. كل رقم من أرقام هذا النظام مضروب في عشرة مرفوع للقوة صفر وواحد واثنين وثلاثة وأربعة. عندي عشرة بالصفر، قلت لكم كل رقم أسه صفر واحد، عشرة أس واحد عشرة، عشرة أس اثنين اثنين، عشرة أس ثلاثة ألف، يعني عشرة مضروبة ثلاث مرات، عشرة في عشرة في عشرة، فهذا يعتبر أحاد، عشرات، مئات، آلاف. كيفية كتابة الرقم في النظام البشري؟ طيب، أيضا أكتب رقم بين قوسين، مثلا عندي تسعة ثمانية خمسة بين قوسين عشرة. من أشوف بين قوسين ورقم عشرة أعتبره رقم عشرة. هذا يعتبر هذا النظام من أسهل الأنظمة وأبسطها، لأنه يستخدم في حياتنا اليومية بعمليات الضرب والجمع والطرح وغيرها. أجي على النظام الثماني، الأكتاف سيستم، من اسمه ثماني أساسه رقم ثماني، أرقامه من الصفر للسبعة، من أعلى اثنين ثمان أرقام، فلذلك يسمى ثماني وأساسه ثماني، لكن لا يوجد للرقم ثمانية وتسعة ضمن أرقامه، ماكو ثمانية وتسعة. وأن كل رقم من أرقام هذا النظام يمثل مضاعفات لقوة ثمانية. عندي ثمانية الصفر واحد، ثمانية أس واحد ثمانية، ثمانية أس اثنين أربعة وستين. مثال عليه اثنين سبعة ثلاثة، أسد القوس وخلي ثمانية. من أشوف بين قوسين رقم ثمانية أعتبره رقم ثمانية أو عدد ثمانية. زين طلاب، وين يستخدم هذا النظام في البرمجة كطريقة مدمجة؟ أجي على النظام الأخير الهكساديسمال سيستم اللي هو النظام السادس عشر. يعتبر هذا النظام من أعقد الأنظمة، من اسمه سادس عشر يعني
يعني اساسه 16، اساسه رقم 16. ليش اعتبره نظام معقد؟ لان ارقامه تنقسم قسمين، ارقام وحروف. من صفر التسعة، صفر التسعة، بعد التسعة يجي عشرة، ما اكتب بالنظام عشرة، وانما شو اكتب؟ اي. يعني الاي عشرة، البي تساوي 11، السي 12، الدي 13، الاي 14، الاف 15. من الصفر للاف من اعيتهم طلاب 16 رقم، فلذلك يسمى نظام السادس عشر واساسه الرقم 16. وكل رقم من ارقامه تمثل مضاعفات للقوه 16. عندي 16 اس 0 1، 16 اس 1، 16، 16 اس 2 256. اريد اكتب الرقم على سبيل المثال، افتح قوس 2 اف 9 اسد القوس 16. من اشوف ال 16 تحت القوس اقول هذا العدد تابع للنظام السادس عشر طلاب، ويعتبر هذا النظام جدا معقد. هذه فيما يخص محاضرتنا، ان شاء الله سهله، نزلت محاضرات عربي وانجليزي، واي صعوبه تواجهوها انا موجوده، واتمنى لكم كل التوفيق.